طيب يعني انا بصراحه مبهور. المهم خلونا احنا نرجع لكم تاني وناخد معانا على التليفون المهندس محمد الحويط مدير عمليات التشغيل بنايل سات. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا يا فندم، اهلا بيك. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. قول لنا يا فندم، احنا كده فاضل لنا كام دقيقه وينطلق فالكون 9؟ احنا ان شاء الله قدامنا حوالي من 4 لـ5 دقائق ان شاء الله ويبدا مراحل الاطلاق. يعني ان شاء الله دعواتكم بقى للمراحل الاولى، لان المراحل الاولى دي هي اهم مراحل في الاطلاق، وهي مراحل ان الصاروخ بيبدا تشغيله وبنشوف كوره من اللهب تحت الصاروخ، ويبدا الصاروخ ينطلق من قاعدته وبيبدا يخترق الغلاف الجوي. اول دقائق هي اهم دقائق في الاطلاق، لان هي دي اللي بتخلي الصاروخ ينطلق في مجاله ويسيب الغلاف الجوي. بعد كده هنلاقي ان في جزء كبير من الصاروخ بدا ينفصل عن الحجم الصاروخ كله، وبيكمل جزء صغير من الصاروخ مع الكبسوله بيكمل بقى خارج الغلاف الجوي، وبعدين بدا يطلع الساتلايت او القمر الصناعي بره الكبسوله ويبدا ياخد مراحله لغايه ما يستقر في المدار بتاعه. بيدخل المدار بتاعه امتى يا باشمهندس محمد؟ العملية دي بتاخد حوالي أول إشارة بنستقبلها من القمر الصناعي بتبقى بعد حوالي 32 ل 36 دقيقة، وهي دي بتبقى أول إشارة إن الستلايت أو القمر الصناعي مراحل الإطلاق كلها اكتملت على خير، وبدأ هو يسبح في الفضاء بسرعته وبالوقود اللي موجود جواه. إحنا دايما بنركز في مراحل الإطلاق على المرحلة الأولى اللي هي في خلال دقائق، وبعد المرحله الاولى بعديها على طول بنبدا نراقبه لمده 30 او 35 دقيقه لغايه ما نستقبل منه اول اشاره. اول ما يستقبل اول اشاره بتبدا مراكز التحكم تتحكم فيه، وبيلف حوالين الارض في مدار بيضاوي كمرحله اولى، وبعدين بيدخل الى واحده واحده الى مداره الى مكانه، وبتبدا المحطات الارضيه تتعامل معاه، اللي طبعا هو في المجال الارضي بيتحكم معاه في كذا يعني محطه لغايه ما يستقر في مجاله. اول اشاره بقى تبدا تطلع من القمر الصناعي، دي اللي هتبقى بتلتقطها كوريا؟ في محطات كتير، احنا يعني المحطه الفرنساويه بتلقطنا، المحطه الامريكيه بتلقط، في محطات في اسيا، احنا محطه برضه في النايل سات بتراقب القمر، ففي محطات كتير بتبقى مهمه جدا في الاطلاق. عظيم جدا. طيب امتى بقى هذا القمر نقدر نقول ان هو دخل نطاق التشغيل؟ في خلال شهر من التجارب نبدا نحط عليه الخدمات ونبدا نستقبل منه القنوات. عظيم جدا. طب انا لفت نظري، حتى كنت بتكلم مع زملائي في ده، انه القمر عليه اللي هي 38 قناه قمريه، فحتى كانوا زمايلي بيقولوا 38 قناه بس، قلت لهم اللي انا عارفه ان 38 قناه قمريه دول حاجه تانية خالص غير القنوات التلفزيونيه. لا لا، طب ثواني خليك معايا. اتفضل. لا ده كده الموضوع موضوع كبير، احنا عارفين الناس بتبقى مشغوله جدا، والدقائق اللي زي كده بتبقى دقائق شديده الدقه شديده الحرج، وزي ممكن كان بيتكلم باشمهندس محمد الحويط وضيوفنا الاعزاء اللي احنا استقبلنا مكالماتهم على التليفون زي دكتور عمرو امام او المهندس حمدي، قالوا لنا انه بتبقى هذه الدقائق هي الدقائق الاكثر اهميه، لانه دي الدقائق القليله اللي بتفصلنا عن اطلاق الصاروخ في الحاله بتاعتنا هنا فالكون 9 من شركة سبيس اكس. وانه احنا بنقول يا جماعة زي ما كان حتى بيقول لنا مهندس حمدي، يا اما نقول جو اور نوت تو جو، يعني اطلع او لا ما تطلعش. ان شاء الله هيطلع وبامان وبسلام، وهتبقى باذن الله هيبقى حدث باذن الله مبهج وسعيد وفخر لنا جميعا. ايضا زي ما كان بيتكلم مهندس محمد الحويط، مهم قوي الدقائق الاولى فيما بعد الاطلاق، يعني ينطلق القمر وبعد كده يبدا يفصل الدافع الاول بتاعه ويكمل بالدافع الثاني، وبعد كده ينفصل ايضا كمان الدافع الثاني، ويبدا القمر بقى الخطوات بتاعته زي ما كان بيذكر لنا تقريبا في حوالي 38 دقيقة يبدأ ياخد أول مراحل إنه يدور حول الكوكب.